خاليلوزيتش يهاجم المنتخب المغربي بعد تأهله. تحدث المدرب البوسني وحيد خاليلوزيتش المدير الفني السابق للمنتخب المغربي عن صعود أسود أطلس لدور ربع النهائي في المونديال، وأعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم إقالة خاليلوزيتش قبل كأس العالم بفترة قليلة وتعيين وليد الركراكي بدلا منه. وقال خاليلوزيتش: بدلا من أن أكون في قطر أنا هنا في باريس تحت المطر. وأضاف مدرب المغرب السابق وفق يلا كورة: لقد استثمرت نفسي حقا في هذا المشروع لمدة 3 سنوات، وما زالت بطولة كأس العالم مستعصية علي، إنها الحياة. وأكمل خاليلوزيتش: المنتخب المغربي حقق معي نتائج في تصفيات كأس العالم لم تحقق من قبل، ولكن كنت أتعرض لضغط كبير وحملات تشهير لإثارة العداء بين الجماهير المحلية في المغرب والمغاربة المقيمين في الخارج. وأردف: قمت بتجديد 80% من قوام الفريق، ولكن اتحاد الكرة حاول الضغط علي لضم 4 لاعبين بعينهم وأنا لم أوافق، والفريق حقق نتائج بدونهم، وستفقد مصداقيتك إذا رضخت لتلك الطلبات، لأن اللاعبون سيشعرون أن هناك أشخاص آخرين يديرون المنتخب.